أي. على بالك شوف كي تطيبي حاجه في داخل واسمه قذره نتاع هكذا تاع الطين تاع الطين والاخرى ماشي كيف ماشي كيف كيف هذه عندها فيها الجو والاخرى تنقص شويه تنقص شويه هذه هي سي سي تريز امبورتون وقلنا كي نكملوا هذو هذو يكونوا مقبل مقبل أيه. نكونوا شمخناهم في الماء هاد الحماص الحبوب الجافه الجافه كيما راهي فوالا حبوب جافه يكونوا مقبل يكونوا خليناهم في الماء باش يتنفخوا باش الصباح يسهلوا الاخر طيب ونطيبوهم بالواحد 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 حتى وين يطيبوا هكذا ويطيبوا يوليو هكذا اها يوليو هكذا وكي يوليو هكذا نزيد نديروهم مع الاخرى مع القدره تاعنا فوالا فوالا ها فوالا اعطيني هذيك المغرف ايوا فوالا وزيد نخلطوا شويه لاصوص تاعنا هكذا أه. ومن بعد واش يبقى لنا بقى لنا الكرافس هذا علاه ما نديروش مع الاول باش ما يتحرقش نخلوه حتى كيطيب لاصوص لا خاطي خليه مع لافا معليش يجدوا مع الاخر واسمو مع مونشتو لوبيا فوالا مونشتو حاجه خضراء تسمى هذه حاجه خضراء ونزيدوا شويه هكذا هذه مع النوس هذه سي مع النوس وهذا سي كرافس معليش نديرو هكذا كاين اللي يقطعوا شويه بصح حنايا بريفيرونس نديرو هكذا باش يقعد يعطي الكو يطلق الكو تاعو هكذا هذا باسكو سي تريز امبورتون في لي صوص هذو يعطي الكو مليح لي صوص يعني نتعلم لازم نتعلم لازم بيان سور فوالا اذا ودرك انا الاخر لاصوص تاعنا نخليوها ولا الكورجات لانها سهله اخر حاجه حتى لو كنديروها مع الاول تذوب تروح ما نلقاوهاش ومن بعد شفتي هذه لازم نخليوها مع الاخر مع الاخر كاع كي بقاو نقولوا واحد 10 مينوت باش طيب المرقه تاعنا نزيدوها داخل ها نزيدوها داخل وخليوها طيب ايوا وخليوها حتى وين طيب نبلعوا عليها هكذا نخليوها نديروا كيما هذاك الكانون يطيب لعقلها انا هذه الماكراك شهيتني على سكسون ناير اذا مشاهدي الكرام كان هذا اول طبق مع الشيف عبد الغني وعمارة من تيزي وزو في الكانون لائحه المكونات القاكم في الطبق التالي عبد الغني عمارة ضيف العدد من تيزي وزو شيف رئيس مطبخ اهلا بك عبد الغني مره اخرى نذكر مشاهدينا الكرام انه عبد الغني فنان ماشي غير في الكوزينه فقط في المطبخ هو كذلك فنان على المسرح مارست المسرح كيفاش عبد الغني المسرح؟ كنا صغار حنايا ونديروا بياس تياتر هكذا وشويه بشويه بشويه طلعنا من بياس تياتر هكذا وحنايا نشاركوا في دينا لوكال ثم في تيزي وزو وبشويه بشويه حنا نزيدوا لها شويه هكذا حتى وين طورت شويه هذيك ثاني رحنا مارسنا رحنا للمستغانم شاركتوا بزاف لي فيستيفال اماتور وبشويه بشويه كي دخلنا في الكوزينه في الدومين تاع خدمه ومنا تسمى شغل التياتر درناه بين الكوزينه والتياتر بين الكوزينه والمسرح هي العلاقه اللي كاين بيناتهم في علاقه الابداع علاقه الفن علاقه حب المهنه الفن وحب المهنه هذا عبد الغني انت شاف طيب في الفنادق وعمل في كثير من الفنادق على مستوى الوطن وكي تروح للدار نعم عندك السيده بطبيعه الحال لازم فوالا بصح شكون يطيب؟ جينيرالمون مدام اللي طيب ايوا باسكو انا يشوف من كي ندخل الكوزينه من الكوزينه للكوزينه واحد لازم شويه كتعرف يرتاح يعني. شويه كي دير خطا هكذا يعني تزيد بزاف الملح ولا كيفاش تصلح لها تعطي لها تقنيات لا اسرار الكوزينه ايفيدامون نعاونها شويه نعلمها وهي ثاني ما كاش مشكل والله دير دي بلا كملوا بعضاكم إيه. طيب عبد الغني واش نقترحوا للمشاهدين الكرام في الطبق الثاني؟ الطبق الثاني عندنا اغروم سلحوان فوالا المطلوبه عبد الغني المقادير المطلوبه عندنا لاشومول كما قلت لك كاين اللي يخدموه بشعير وعندنا الملح وعندنا الخميره والسكر وشويه سكر باش ينحيو الريحه نتاع واسمو الخميره هذه الدرسه تاعها هي البصله وطوماطيش هي البصله فيها البصله ثوم طوماطيش هكذا دير اون فارس فوالا رطل ولا 500 غرام تاع لاشومول ولا على حسب الغاشي كي على حسب الغاشي لا عندك 8 على حسب تسمى هذه تخرجنا اون وحده كسره وحده قطعها على 4 ولا على 8 سا ديبو كل واحد كيف يبغي وعندنا شويه ملح فوالا شويه ملح شويه برك ما تجيش بزاف ملحه لازم وهذا شوف هذا كاين اللي يديروه في الماء
تقدر ديري شويه في الماء هكذا تخليها شويه باش يطلع شويه ولا تقدر ديري هكذا مباشره. علاه نديروها مباشره؟ باسكو هذه لاباط هذه كي نكملوها من بعد نخليوها تروبوزي شويه هكذا. وعندنا زيت زيتون طبيعه الحال، لازم زيت زيتون لازم يكون. ايوا فوالا، اعطيني مغرف الماء. اعطيك مغرف. بسم الله. وانا وحده جوج هكذا فوالا، تفضلي نزيدو هذي. وتقدر تعاونيني شويه في الماء؟ ايه. ولا تعجني؟ لا لا العجينه لا نعاون معليش. دير شويه ما. شويه كي انا نقول لك والله كي تخلطي. ايه فوالا سي بون هكذاك. اسمع لاباط نتاع لابيتزا كيف كيف. هذه سي كيما نقولوا لابيتزا كابي. ايه هذه بيتزا تقليديه. تقليديه فوالا. حتى بيتزا تقليديه. فوالا. هذا. فوالا بيباري تولي هكذا بيباري هكذا تولي هكذايا. ولازم طبيعه الحال لازمها ترتاح. لازم ترتاح طبيعه الحال. حنا شاف حضرنا اوتوماتيكمون حضرنا اللي فوالا هذه صاية تاحت. شوفي كيف تشوفيها تاحت تكون هكذا جاهزه. جاهزه سما كيما الاخر فوالا هكذا تحكميها هكذا تلقاها شغل خفيفه هكذا. واه فوالا وبديت تخدمي. نبداو تعجني تخدمي الاخر. اعطيني هذاك اسمه رولو. رولو بسم الله. فوالا اها فوالا جا هكذا. ومن بعد نولي واحد لافاس. لافاس تاعنا. عطيني ما عرف. فوالا بسم الله. فوالا نجي لافاس تاعنا. وساديبون كاين اللي يديروا الحار كاين اللي يديروا كل واحد وعلى حسب كيف الكو تاعو. باسكو ساديبون الانسان هنا يقدر يدير له اللحم مرحي يدير له يقدر يدير له اللحم الملحي ولا ساديبون شيك ريجون كيف هو يدير. كل منطقه كيف كل منطقه كذا. ايه فوالا نزيدوا الخبزه الثانيه. فوالا ها هي كيفاه نديروها هكذا. ولازم تبلع الحواشي. لازم تسكر باسكو سي طيزون باش الاخر هذه ما تطرطقش. وكاين فوالا هكذا تعوها مليح منا هكذا. ها لازم تكون هكذا. شفت كيف طلعت شويه مليحه هكذا. ومن بعد لازم تثقبوها. الا عندك ثقبيها فوالا. وحنا علاش نثقبوها؟ علاه نثقبوها باش ما تطرطقش. لازم يخرجوا الحوايج لازم كان. لازم يخرج لازم تنفس هكذا لازم تنفس فوالا. كي نثقبوها نكملوا نثقبوها هاي نحطوها الطيب. ومن بعد كي نحطوها طيب نسيو كيفاه نسقموها ثاني هنايا وتخليها طيب. اسمها اغرم اغرم الاحوال. اغرم الاحوال على ايادي الشيف عبد الغني عمره في الكانون. راح نلقاكم في المائده النهائيه. نخليكم تاخذوا لنا مكونات هذا الطبق او هذه الخبزه اغرم الاحوال. اغرم الاحوال فوالا. القاكم بعد ذلك في المائده النهائيه. عبد الغني واش حضرنا؟ بون كيما راك تشوفي مايد ان شاء الله لايف كريش طريش غنيه بزاف. واش حضرنا اليوم؟ ما حضرنا كسكسي يناير كيما قلنا كسكسي يناير بسبعه سفارين صافي سبع لي ليغيم ساك. وحضرنا ثاني كذلك اغرم الحواي هذا جينيرمو هذا ياكلوه سا ديبو الغدا ولا العشاء. هذا سي ان بلا وحده. شاف عبد الغني؟ نعم. انا جعت؟ اه وي. لازمني نذوق هذه الماكله؟ لازم بيان سور. بسم الله. هذا نديرو شويه على الاخر. هذه لوبيا نتاع القبايل. نتاع القبايل. اه وي. كل واحد كيف يحب. واحد يحب بزاف خضره، واحد يحب شويه، كل واحد شويه كيف اه فوالا. بسم الله. بسم الله. على بالك هذا سي ان بلا ريش، تري ريش، علاه تري ريش؟ كاع لي كاع لي داخل. شوفي كي تشوفي كاع باسك لي كاع داخل. شوفي لاك فيها واسمو لا كورجيت لا كاوت كاع تسمى سي ان بلا ليش كيما نقولو. اغرم اغرم هذا سي كيما هكذا كيما كيفاش يحطوه. بون اغرم كيف كيف. بون حنايا جينيرالمون ياكلوه سخون سو بلاص كي يخرج غير تنحيه من الاخر طاجين
تقسميها على زوج ولا على ثلاثه وهكذا، وديري بزيت زيتون هكذا، ديري شويه في الاخر هكذا فوالا ما هكذا يغمسوا عليه، يغمسوا داخل الزيت هكذا، يغمسوا داخل الزيت فوالا ايه، غمسي في الزيت وتاكل فوالا. يا زيت زيتون تعطي نكهه خاصه وهي صحيه ومفيده، صحيه شي فوالا الصحه كثيرا عبد الغني، ومازال القبائل يمشوا بزاف زيت زيتون. حنايا شوف دروك دروك الناس كاع تخدم زيت زيتون، ماشي اسم حاجه لازم يخدم كيما هكذا، خلوها جدودنا لازم نحافظوا عليها حنايا ثاني. يعطيك الصحه عبد الغني، بارك الله فيك. انا سعدت انك جيت وقبلت دعوتنا في البرنامج الكانون باش نعرفوك المشاهدين، يعطيكم الصحه انتم، وانت عرفتنا على الاطباق منطقه القبائل الكبرى تيزي وزو. فوالا كلمه في الختام واش تقولنا؟ واش بون نقول لكم يعطيكم الصحه على الدعوه. شكرا. وكل عمال الكانون فوالا ليكيب تكنيك ونقول ثاني جو ريميسي لا فامي عثمان بون لا فامي عثمان رباح وسليمه، هما باسكو عطوني شي ماتيريال هكذا وكل خدامين لي ناتال. يعطيك الصحه فوالا، شكرا. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام هكذا نكون وصلنا الى نهايه عدد الكانون لهذا الاسبوع. في الأسبوع المقبل على نفس القناة والتوقيت ألقاكم في الكانون، إلى اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا العدد الجديد من برنامج سهرات المدينة الذي يأتيكم من قسنطينة. وصرت تحلف باليمين لش يغزالي خنتني الله حسيب الظالم. قالوا رزمون الموسيقى متاعنا نحكي على تونس والجزائر والمغرب في النوعية هذه راقية جدا. يا ورحمة يا الغطارة راني من كايف كيفاش نعمل راني وحدي حاصل مع المزريرة. من قسنطينة تأتيكم سهرة المدينة الجمعة عند 9 ليلا بتوقيت الجزائر، 8 بتوقيت غرينتش على الجزائرية الثالثة. يا ربي قولوا الأحبار قولوا لي كيف أعمل مع المزريرة. قواعد اللغبة على سطح الأرض هو البقاء على قيد الحياة.